اجرام 1996 راح ينزل في مزاد صفقه لمده 4 ايام على موقعنا www.صفقه.سي. ماكينه 10 سلندر 3500 جير اوتوماتيك دبل، ايضا كذلك دبل تاير. هذه مقدمه السياره، عندكم الونش ما شاء الله تبارك الله، موتر جاهز مجدد ومفحوص. يوجد بعض الملاحظات على السبق كما هو واضح امامكم، راح نصور لكم السياره ونشغل لكم السياره ونذكر لكم جميع المواصفات والملاحظات من الملاحظات الموجوده على السبق. دبل تاير، عندكم الحوض، ما شاء الله تبارك الله. في بعض الملاحظات يا اخوان على حوض الموتر، ايضا كذلك عندكم الجزء الثاني للسيارة ما شاء الله تبارك الله. عندكم الملاحظات ايضا الموجودة على السيارة كما هو واضح امامكم. نوريكم الان داخلية السيارة. طبعا الشيء الجميل في داخلية السيارة انه موديل 96 ما شاء الله تبارك الله، التخشيب موجودة، قزاز كهرب، الممشى الواضح في العداد 19520. طبعا التخشيبة واضح امامكم. داخلية الموتر جدا نظيفة، السقف ما في نزول او تقطيع. ايضا كذلك شوف التخشيبة امامكم، راح نشغل لكم السيارة نوريكم ماكينة السيارة الان. المراتب يا اخوان جلد، شغل لكم السيارة. ماكينة 10 سلندر 3500، نوريكم ادق التفاصيل في مزاد صفقة، ويحق للمزاود المهتم الاطلاع على الموتر. واي سؤال اي استفسار حياكم، في حال لم يتم الرد عليك الرجاء التواصل عن طريق الواتساب. طبعا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الاضاءة يا اخوان، ايضا كذلك الاضاءة اللي عند الباب. موتر جميل ونادر ما شاء الله تبارك الله. واي سؤال اي استفسار حياكم.